السلام عليكم. اليوم عندنا صور تاع ملعب وهران اللي اخذت اليوم، هذه الامسيه، واللي يعني تظهر انه الملعب راه في احسن احواله قبل بدايه المقابلات نتاع الوديه ضد فريق غينيا بيساو وفريق نيجيريا. اذا ان شاء الله تكون المقابلات هذه في صالح الفريق الوطني وتكون فرجه للشباب الجزائري. ونخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.